السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يشهد العراق أزمات سياسية باضطراد، ما يعطي انطباعا بأن العملية السياسية تعيش لحظات موتها، حيث انقطع التواصل بين مكوناته السياسية، وفقدان البوصلة وسكرات الموت يقرع أبوابه بعد أن كان وما زال نموذجا حقيقيا للعيش المشترك بين أطيافه. والتسامح والتعددية هي السمة التي تغلب على مجتمعه، حيث تشارك العراقيون معا بأطيافهم المختلفة منذ الأزل في أن يبنوا مع بعضهم البعض هذا الوطن، وأن يمدوا فيه جسور التآخي الإنساني والتعاون، وفاضت خيراته على كل المحتاجين، فصار بذلك رقما صعبا للعطاء والوفاء لأرضهم. حول موت العملية السياسية وتفككها كتب عبد الخالق الفلاح مقالا نشره موقع صوت العراق. إن العملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأمريكي على بغداد عقب غزو العراق واحتلاله عام 2003 كانت عملية مصنعة خصيصا من أجل تأمين احتواء العراق، أي من أجل تأمين منع نهوضه مرة أخرى. فهذه العملية استهدفت الحيلولة دون عودة العراق إلى مكانته واستلهام مشروع وطني يوحد العراقيين على قاعدة المواطنة المتساوية، باعتبار أن ظهور مثل هذا المشروع يعني إطلاق فرص انعتاق العراق من قيوده التي فرضت عليه وكبلت أطرافه وفرضت عليه الانكفاء الذاتي وانكسار الإرادة وإعلاء شأن الهوية الطائفية على حساب الوطنية العراقية الجامعة. فقد فرضت هذه العملية من خلال الدستور العراقي الذي جرى تصنيعه أمريكياً خصيصاً لتلك الأغراض، قاعدة المحاصصة السياسية بين من أسمتهم مكونات العراق، أي القوى والكتل العراقية والطائفية المكونة للعراق، وقسمت الوطن العراقي إلى شيعة وسنة وكرد، وعملت على اجتثاث كل جذر للمشروع الوطني العراقي. وهذا يعني أن الأزمات سوف تبقى متأصلة، وتجسدت نتائج تلك الظواهر على المستوى الاجتماعي في التركيب الديموغرافي للسكان بين المدينة والريف بصورة هجرات وبطالة وفقر وتشوهات وتدهور نوعية الحياة واتساع دائرة العنف على مدى عقود، الظاهرة الأكثر تدميراً للبيئة العراقية الطبيعية والاجتماعية. وانعكست جميع تلك المظاهر في تراجع مؤشرات التنمية المستدامة التي غدت في العراق تمثل أدنى المستويات. من صحيفة الميثاق نقرأ مقالا للكاتبة سارة جميل، جاء فيه: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجات من ردود الفعل الغاضبة على تسريبات نور المالكي التي وصف بها العراقيين بأبشع وأشنع الأوصاف، وكشف عن استعداده لشن حرب تسيل بها دماء العراقيين من أجل بقائه. وصف المكونات العراقية وحتى أقرب المقربين له بكلام بذيء، واتهم خصمه اللدود مقتدى الصدر بقتل العراقيين وبالتصفيات الطائفية، فنعته بأوصاف مهينة. ولم تتوقف تصريحاته عند الصدر، بل طالت الحشد الشعبي الذي ساهم هو بشكل كبير في تأسيسه، ووصفه بأمة الجبناء، وتكلم عن عدم ثقته بالقوات الأمنية وعن سعيه في تشكيل قوات خارج الدولة تعمل لمصلحته، وأيضا عن الدعم الإيراني وثقته بالحرس الثوري دون الاطلاعات الإيرانية، وعن نيته اقتحام النجف وإشعال الفتنة. هذه الاعترافات الخطيرة ومحاولته إحراق العراق وتهديد السلم الأهلي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع العراقي، قابلها أتباع الأحزاب الفاسدة بعبارة الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، في محاولة منهم لإخفاء جرائم المالكي والتستر عليها لأنها تمس طرفا مدعوما من إيران. سقوط المحافظات لم يكن أمرا عاديا، وإنما هو من ضمن خطة حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي لدخول الإيرانيين والسيطرة على العراق بشكل واضح وفاضح، وبذلك تمكنوا من السيطرة على العراق على مبدأ أسلط عليك الحرامي ومن بعدها أحميك. داعش ساعد الإيرانيين ومهد لهم الطريق للسيطرة على العراق من خلال الميليشيات، السلطة الأكبر بعد أن شرعها المالكي قانونيا وصوت عليها مجلس النواب.
محافظة تسقط ب400 شخص يهزمون فرقا عسكرية مدججة بالسلاح والعتاد صرف عليها مليارات الدولارات تنسحب وتهرب في مشاهد مخزية. ثم توالت الانهزامات للأجهزة الحكومية في عدة محافظات، وصل الخطر أطراف بغداد، وتركوا أهل المحافظات المنكوبة في أسوأ حال، وكان بمقدور المالك معالجة مشاكلهم ورفع الظلم عنهم قبل تصاعد الأحداث. للأسف الحكومات أصبحت تغذي الطرف الفكري، وهي من تدعم المتطرفين سواء في المحافظات المنكوبة لإسقاط المحافظات أو في عموم العراق من خلال الميليشيات والامتيازات التي تحظى بها. هذه بعض جرائم نور المالكي التي يقولون عنها الفتنة نائمة. الفتنة دمرت وأكلت البلد وفرقت أبنائه. المالكي سرق موازنة الدولة وسلم خزينة الدولة فارغة مقابل تركه رئاسة الحكم الفاسد، ضرب جميع مفاصل الدولة. الجرائم لا تعد ولا تحصى. محاكمة المالكي ليست فتنة، الفتنة هي بقاء حزب الدعوة يحكم ويبقى المالكي يتلاعب بالبلد. بالنهاية الفتنة يقظة لم تنم منذ أن تسلط نور المالكي على العراق والعراقيين، لكنهم تغاضوا عن النظر إليها خوفا من ذهاب الحكم للآخرين. يقول الكاتب محمد هنيد في مقال نشره موقع عربي 21: ليست هذه المرة الأولى التي تصب فيها فيالق جيش الاحتلال حمم قنابلها وصواريخها على قطاع غزة، فتقتل الأبرياء والشيوخ والأطفال بحجة أو بدون حجة، فهي لا تحتاجها، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يقف فيها النظام الرسمي العربي ممثلا في السلطة الحاكمة وجامعة الدول العربية متفرجا ومشاركا بصمته في الجريمة، وهو يحلم بأن تباد فلسطين عن بكرة أبيها حتى يرتاح من اسطوانة القدس والأقصى والمقاومة. كذلك ليست هي المرة الأولى التي تجلس فيها شعوب العرب والمسلمين متفرجة على مذابح إخوانهم في غزة، ويضيف الكاتب أنهم لا يستطيعون فعل شيء. لم تكن المقاومة يوما بالشعارات والخطب الرنانة والكلمات الحماسية، بل هي التزام يومي لشعب قدم قوافل الشهداء ولا يزال. الثورات التي اندلعت سنة 2011 من تونس كشفت واقعا جديدا وغيرت من بنية هذا المحور ومن مضمونه، فقد تحولت هذه المكونات الثورية في خطابها إلى أشرس قامع للثورات، وخاضت ضد شعب سوريا واحدة من أبشع المجازر في التاريخ. في طهران لا صوت يعلو فوق شعار الموت لإسرائيل الذي صدرته إلى دول عربية مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان، لكن التاريخ لم يسجل مواجهة مسلحة واحدة بين المشروع الصفوي والمشروع الصهيوني إلا على جماجم العرب. كان العرب دوما أدوات المشروع الفارسي في لبنان واليمن وسوريا والعراق، وكانت فلسطين حاضرة في كل المشاريع الإيرانية لكن باللفظ فقط دون الفعل، وهو ما كشفت زيفه وقائع الثورات الأخيرة. الأدهى من ذلك أن دول هذا المحور قد تحولت من الاعتداء إلى التطبيع الكامل مع المحتل على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. تحول الاعتدال إلى التطبيع، وصارت القيادات الصهيونية تستقبل في العواصم العربية استقبال الأبطال، ولم يعد أحد يستحي من التطبيع بعد أن تحول من السر إلى العلن. لم تعد القضية قضية إسلامية ولا عربية، بل صارت فلسطينية، ثم اقتصرت في السنوات الأخيرة على قطاع غزة وحدها دون غيرها من المدن المحتلة. ولم تعد دولة الاحتلال تقيم للعرب وزنا ولا للقانون الدولي الذي تحول إلى غطاء يشرع جرائم المحتل. لن تتحرر أرض الرباط إلا بعد أن تتحرر شعوب المنطقة من براثن الدكتاتوريات حتى تصبح قادرة على حماية مقدساتها وطرد الغزاة من أراضيها، وهو ما يجعل من النبوءة القائلة بأن زوال الكيان المحتل يسبقه زوال أنظمة عربية كثيرة قولا منطقيا. قال الصحفي البريطاني جوناثان كوك إن آخر مرشحين لزعامة حزب المحافظين تسابقا في دعم الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وجاء في مقاله الذي نشره موقع ميدل إيست آي في لندن أن ليز تراس وزيرة الخارجية الحالية والمتنافسة مع وزير الخزانة السابق ريشي سوناك على زعامة حزب المحافظين زادا على بعضهما البعض حول من يدعم إسرائيل أكثر. وفي الوقت الذي أطلقت فيه إسرائيل العنان لغاراتها على غزة يوم الجمعة،
بعث المرشحان الأخيران لخلافة جونسون رسائل تعهدا فيها بالولاء لإسرائيل، وأكد توقيت الرسالتين لجماعة ضغط موالية لإسرائيل عن تعهد ساسة البريطانيين في الحكم والمعارضة لجعل إسرائيل موضوعا مهما في الحملات الانتخابية للتنافس على المنصب الأبرز في الحكومة، وانضموا بهذه الطريقة إلى زملائهم الأمريكيين. وحاول سوناك وتراس تأكيد على سجلهما في دعم إسرائيل التي قتلت 45 فلسطينيا في 3 أيام من القصف على غزة، من بينهم 16 طفلا، إلى جانب جرح المئات. وكما هو متوقع خرج قادة الغرب للتعبير عن دعمهم القوي لإسرائيل، وفي الحقيقة وهذا ما لم يتطرق إليه الإعلام الدولي أو ساسة الغربيون، فالفلسطينيون وخلافا لإسرائيل لهم حق بناء على القانون الدولي لمقاومة الجيش الإسرائيلي، وليس لأن إسرائيل كانت وما زالت دولة محاربة ومحتلة لأراضيهم منذ عقود. بالإضافة إلى هذا، عرضت إسرائيل قطاع غزة لحصار مستمر منذ 15 عاما، وتسيطر على كل شيء يدخل أو يخرج منه، وهو منطقة مزدحمة تقع على شاطئ البحر المتوسط، وترك القطاع مدمرا نظرا للهجمات المستمرة على مدى أكثر من عقد، وهي التي تسميها المؤسسة الإسرائيلية عمليات قص العشب، فهو بدون كهرباء كافية وتنتشر فيه حالات فقر التغذية بين الأطفال والفقر. كشفت صحيفة ديلي بيست الأمريكية في تقرير لها حجما موجعا للخسائر على مستوى القيادات العسكرية التي تتكبدها روسيا على الأراضي الأوكرانية منذ اندلاع الحرب. أشارت الصحيفة الأمريكية إلى مقتل ما لا يقل عن 100 من كبار الضباط الروس في أوكرانيا وفقا لبعض الإحصائيات. ولفتت ديلي بيست إلى أنه في اليومين الماضيين فقط تم الإبلاغ عن مقتل 3 من كبار الضباط الروس، منوهة إلى أنه يقال إنه الضابط الروسي رقم 100 الذي يموت في الحرب. ورغم تحديد الأرقام الدقيقة للضحايا الروس، فقد وجد تحليل استخباراتي بريطاني نشر هذا الأسبوع أن ما لا يقل عن 10 جنرالات روس قد لقوا مصرعهم في ساحة المعركة منذ شباط فبراير الماضي بحسب الصحيفة. ولفتت ديلي بيست إلى أن روسيا تعمل على تشتيت صفوف قياداتها فقط من خلال طردهم بشكل مباشر أيضا. وأفادت المخابرات البريطانية بأن الجنرال الكولونيل ألكسندر شايكو القائد السابق للمنطقة العسكرية الشرقية أقيل في أيار مايو الماضي، ومن المحتمل أن تكون روسيا قد عينت محله الجنرال ألكسندر كولر فيليب مع الملازم أول فلاديمير كوشنيكوف لرئاسة المنطقة العسكرية الغربية. وقال رئيس مؤسسة جيمس تاون غلين هاورد قد تكون سلسلة عمليات القتل وإطلاق النار مؤشرا على أن القوات الروسية لا تزال بعد 6 أشهر تقريبا من الحرب تتم إدارتها بشكل سيء من الداخل إلى الخارج. وأشار تقرير المخابرات إلى أن الأداء الضعيف للقوات المسلحة الروسية خلال غزوها لأوكرانيا كان مكلفا للقيادة العسكرية الروسية، ومن المرجح جدا أن يؤدي إلى إقالة 6 قادة روس على الأقل. كل هذه الخسائر تجعل القوة القتالية الروسية أقل إثارة للإعجاب بشكل تدريجي، ما قد يعني أن روسيا تخوض معركة شاقة في المستقبل. نشرت صحيفة التايمز تقريراً أعده مايكل إيفانز وديدي تانغ، قال فيه إن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر فادحة لو اندلعت حرب بينها وبين الصين. وقال إن واشنطن ستخسر في حرب حول جزيرة تايوان بوارج حربية ومقاتلات، وهذا ما توصل إليه مركز بحثي في واشنطن. والمعركة التي يتكهن بها مسؤولون سابقون في البنتاغون والبحرية ستكون غير مسبوقة، وقد تدفع البحرية الأمريكية واليابانية وطيران البلدين لإغراق حوالي 150 سفينة برمائية وأخرى عادية صينية دفاعا عن الجزيرة التي تحكم نفسها بعيدا عن سيطرة بيجين التي تعهدت باسترجاعها وتوحيد كامل الصين بحلول عام 2050. بعد أن أنهى جيش التحرير الشعبي الصيني مناورة عسكرية واسعة حول تايوان ووصفتها تايبي بأنها تدريب على الغزو، وكان رد الصين القوي في الأيام 6 الماضية نتاجا للزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان،
وهي أول مسؤولة أمريكية بارزة تطأ قدمها الجزيرة منذ 25 عاماً. وفي أعقاب الزيارة شن جيش التحرير الشعبي الصيني غارات صاروخية قصيرة المدى في البحر بشكل أدى لشكاوى من مجموعة الدول السبع ومنها بريطانيا، في وقت اخترقت فيه البوارج البحرية الصينية خط الوسط في مضيق تايوان والذي كان سابقاً الخط الفاصل غير الرسمي. وتتوقع دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية حرباً حول الجزيرة في عام 2026 ولم يكون فيها رابح حالة لم يتم فيها استخدام السلاح النووي، ولن يتم نشر النتائج الكاملة للتحليل إلا بحلول كانون الأول ديسمبر، إلا أنه من المتوقع أن يقوم جيش التحرير الشعبي الصيني بإغلاق مئات من السفن الحربية الأمريكية واليابانية وتدمير مئات المقاتلات في مدارجها، وذلك بحسب تحليل 18 جولة من 22 جولة متوقعة. وتوقعت الدراسة في السيناريو الأسوأ خسارة أمريكا 900 مقاتلة حربية، أي ما يعادل نصف سلاح الجو الأمريكي والمقاتلات التابعة للبحرية، وفي حرب تمتد 4 أسابيع. وثقت كاميرا مثبتة في سيارة لحظة تحطم مروع لطائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وعلى ما يبدو فإن الطائرة أصيبت بخلل فني ما أجبر الطيار على الهبوط الاضطراري على طريق سريع مكتظ بسيارات في الولاية، لكن الطائرة لحظة اصطدامها بالطريق تعرضت لكسر في أحد جناحيها وخلفت وراءها كتلة من اللهب قبل أن تصطدم بجانب الطريق وتشتعل النار فيها مجددا. تمكن قائد الطائرة من النجاة والخروج منها بعد استقرارها على الأرض قبل أن تلتهمها النار بالكامل، ولم تسجل إصابات في هذه الحادثة. نشرت صحيفة القدس العربي تقريراً مصوراً حول تعامل طواقم وحدة هندسة المتفجرات التابعة للشرطة الفلسطينية في غزة مع مخلفات الصواريخ الإسرائيلية من العدوان الأخير على غزة. تنوعت المتفجرات التي تم التعامل معها وتحييدها بين قذائف مدفعية ودخانية وصواريخ موجهة وقنابل وغيرها. ذكر التقرير أن طواقم فرق المتفجرات تعمل في ظل نقص الإمكانيات وبمعدات قليلة وبسيطة جدا. والآن إلى الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.